صباح الخير عليكم جميعا يا حبيب القلب، وانا فيكم في حلقه جديده من قناه احمد دحام اليوتيوب. وهيك بكون خلص شهر رمضان المبارك، الله يتقبل منا صيامنا واعمالنا. وهلا اجى وقت العيد، واحنا حاليا في ثاني يوم عيد يوم الخميس، طالعين رايد 24 درايفز مع احمد دحام. فكره كثير حلوه. حاليا احنا عم نطلع رايدات بعمان، هيك بنعمل زي جروبات صغيره برايفتيه، حاليا برايفت ولا قدام دحام بتوقع راح يعملها للناس اكثر. هلا رح نطلع من عمان للديت سي، بعدين من ديت سي لحلبة مارت بيرفورمانس، بعديها رايك رح يكون في اكل وفعاليات بالحلبة، ونعمل زي سبيد تيست وقت انه بيجي هم يتحركوا وراحوا صاروا بطلع البحر الميت، واحنا متاخرين وقاعدين بنصور بلوج. ما شاء الله انا كيف نسوي. شحت شحت ما في كراتش، يا ريت اذا مش مشكله. شحت انت؟ لا لا عيب. مالك معجوق انت؟ عشان كنت الصبح بتجمعش الجي ار، حط مكان الام 2، الام 2 صفه جنب الاي 30، وانا بجيب الام 2 جنب الاي 2، بصير انا كلهم بي ام دبليو المنصه، صح؟ عيد لك، ابعث له ايميل اعطيك واحد تكست واحد دير مؤيد ريكوردز. لسه هالريكاردز تحت هاي مع سيجنتشر ما وصل. هو انا المفروض اعمل ايه يعني؟ المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ جيم الام 2 وحط الجي ار، هاي الام 2 شايف سودا؟ شايف سودا هاي؟ لا مش 11886 نعم. هاي تجي تحطها هناك. شو صار؟ شو بدك تسوي؟ وين رايح؟ مش عارف شو اسوي. تمام، نطلع بنفوت اول دخله بالجسر، بنكمل لتحت، بنرد نرجع لهون، بنكمل بنفوت في كونة بنص الساحه هاي، يوتن لليمين، يعني احنا جايين هيك يمين بنحط عليها مع عقارب الساعه، وبتكمل لتحت بتفوت اول دخله بالجسر، بترد بتلف وبترجع بنفس المسار. اول ما بتطلع لا عجل، اربع عجل، اي شيء. Thank you.
لك بس شيل بلنتي اه دقيقه بعشرة بعشرة وشيل بلنتي هات 20 طب خلص بشيل لك رقم دحام لا بشيل لك رقم دحام كامل بقول له خلص ما سدل اه بقول له خلص هو خلص شو الكليك 7 9 5 5 5 تمام يلا بسم الله حاليا احنا طالعين باص كوستر نعم واسعين اي اسف اسف انا مين اللي مشغل الهيتر يا زلمه والله ما في خيس ولك مش لازم تحمى يا زلمه مشغل الهيتر على طب ماشي ما انت لازم تحمى عشان نضلك يا حمار انت خلاص هون بدنا اياها لفه العمر زلمه بحكي في شيء مولع تحتي انت جبت دقيقة واربعين انت طلعت عنه لا هو دقيقة وثمانتاش انت واربعين عادي سامحين لك ينزل يا زلمه كم مره صرت نازل اربع خمس مرات مش عارف تسوي لانش كنترول شو رد عليه رد عليه يا عمار جيب وقتي بعدين بحكي انت جيب وقتي انا اسرع منك انا اسرع منك انا اسرع مني انا اسرع منك روح هيك يا حمار موجوده على فكره ما قلت له هذا الزلمه ببلاش مش بلاش منه قلت له بلاش والله ما بلشت فيه والله ما بلشت فيه قلت له سيكو حكيت له الزلمه شراني قال لي شو بدي اعمل يعني انا ما بلشت فيه والله بلاش مين بلاش مين بلاش في هاي وحده حكي مره وحده سيكو ردت علي قلت له اهرب ما ردت علي قلت له هيك بغيت لا لا سبب التحدي لانك قلت لي شو سويت فيه سكبت علينا بتضمي غرقني هذا ما
بينت نهائيا صراحه من كثر العجقه. تكون اول واحد تدل الطريق ولا تنظم ولا ترتب مع هذا والوكي توكيز هون عجقه صراحه، بس انبسطنا وجبت احسن وقت بهاي دقيقه 18. اول شيء هي على فكره اول شيء كانت سلاي وبعدين قلبت جده، كل حدا عم بيجيب بلش اوقات وينزل وهاي صراحه كثير مسلي. بدي اشكر طبعا ريد بول الاردن على السيت اب كثير حلو، كاوكو على الاكل كثير زاكي صراحه، رح نضل نعمل هاي كثير اتوقع. صراحه كثير حلو 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 كتير. الجو الجو كمان كان اليوم طريق طريق كثير فظيع، اكيد شفتوا انتم الفلوج كيف يعني طريق كثير حلو مغري للدعس منيح الكلتش عم يزحد. بس انت ما حدا قرب عليك صح؟ لا دقيقه و18 اقرب واحد 19 كان مؤيد كان رسلان رسلان ولا 19 جايب والله على البي ام. لا لا حلو، بس وين الفضيحه مؤيد وعمار؟ هسه بحط لهم فيديو، ممنوع ينزلوا سيارات خلص. ترى في فيديو لك هون وانت اخذت الكون بالبوز جد والله بالبوز كمان جبت 20. المهم ان شاء الله عجبتكم الحلقه، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.